أهلا بيك، يا ريت تحكي لنا كل تفاصيل تجربتك الأولى اللي صار بها الطلاق. تفضلي. هلا بيك، يعني أنا ريت أشارك بالبرنامج. شفت البرنامج وأكثر من حلقة. أنا الحمد لله أني مواليد 85 وهسه متزوجة وعندي 2 أطفال، بس قبلها كنت متزوجة، فردت أحكي لكم قصتي حتى تستفادون من يمها وحتى نقارن. يعني أنا ردت أقارنها بهسه بالبنات هسه هذا الوقت. أنا بداية الألفينات تزوجت ابن عمي، ويعني هو زواج، يعني هو بتعمك إلك وهالشي، وما كان عندي أي رفض بالموضوع، وكنت بعدني بالمدرسة وهو ما مو بالمدرسة، قعدت ويا بيت عمي. صارت بداية الألفينات، يعني أنا ما كان عندي أطفال، نهتم ضلينا بالأشياء اللي تدخل إن للعراق وشنو شيء جديد يدخل بالسوق نشتري. تعرفين بعد السقوط من صارت هواي أشياء دخلت، نشتري أشياء خاصة بينا، الاكسسوارات مال البنات وشنو تطلع قنوات جديدة بالتلفزيون نباوع. أو بعد يمن صار الساتلايت، فتعرفين بالبداية من كان تطلع أول شيء المسلسلات التركية بوقتها، صارت عندنا إدمان. يعني آني وبنات عمي أخواتي نباوع على المسلسل يطلع الساعة يعني العصرية، يطلع بالإعادة مالته نباوع وقت العصر البيض صنطة وإحنا نباوع للمسلسل. طبعا يجي زوجي، ما كنت احس يعني لازم هذا يجي واتلقاه وشي، يعني عادي باوع على التلفزيون وش بيش انت باوع عن شكو، قل له هذا مسلسل حلو تعال تابع ويانا، ما يتابع هو يروح. احنا يعني نفقد وقت المسلسل، يعني هسه انا اتذكر اضحك، يعني شلون كنا مبهورين بيهم. تعرفين مسلسلات تطلع مهند ونور وسنوات الضياع. بالبداية نذكر أنه المراحل العمرية اللي يمر بها الشخص من ضمنها فترة المراهقة، هي فترة حرجة تحتاج إلى اهتمام خاص، تكون أكو تغييرات جسمية فيزيولوجية، تغييرات بالهرمونات، كذلك تتبعها تغييرات بنفسية الشخص ومن الاهتمامات والميول اللي يعني والأشياء اللي يتابعها في فترة المراهقة. طبعاً البنات هم أكثر تأثراً في فترة المراهقة من الأولاد نتيجة يعني الفيزيولوجية الجسم وموضوع قلنا الهرمونات، لذلك نشوف البنات هم أكثر تأثر يعني عاطفياً ويا المسلسلات ويا المشاهير. مثلاً ممكن يجمعون صور أو يعني يكونون يقلدون الأشخاص المشهورين، فهذه لحد معين هي تعتبر من ضمن يعني الأشياء الطبيعية، الميول الطبيعية بهذه الفترة بالتحديد. وبعد أن يتجاوز هذه المرحلة أكيد حيمر بمرحلة النضج، ويعني الهواية حتختلف. طبيعي. غير طبيعي شنو؟ هو هذا السؤال المهم اللي نركز عليه. أي شيء يأثر على حياتنا الاجتماعية والوظيفية هذا الموضوع غير طبيعي. يعني مثلا إذا كانت البنية مثلا يومية تقعد الصبح تنظف البيت، ترتب غرفتها، تقوم بأعمال منزلية، ممكن طبخ، ممكن أي أمور هوايات ثانية، هذه الحالة أوكي. لكن في حال أنه تأثرت كل هاي الوظائف، مدى تقوم بأعمالها، نشاطاتها اليومية تأثرت، أثرت على علاقاتها، ممكن يعني تصير مشاكل ويا الأخوة ويا الأب أو في إذا كانت متزوجة ويا الزوج، فهاي الحالة هي تعتبر حالة مرضية. في أيضا إذا كان الموضوع مستهلك وقت من الشخص، يعني هي طول الوقت على المسلسلات، إحنا عادة المسلسلات هي للترفيه، يعني بالوقت الزايد بالوقت الفراغ نلجأ لها، لكن إذا أخذت حيز كبير من اليوم فهاي الحالة أكيد هي حالة مرضية وتحتاج إلى يعني توجيه ورعاية خاصة. طيب، يعني بوقتها نحب شلون يتعامل، شلون مهند يتعامل وينور، شلون يعني يحبها،
شو يصير بيناتهم، وذا اليوم تعاركه واحنا نضوج ومرات حتى نبكي من باوع المسلسل. انا ما كنت اعرف انه هذا الموضوع راح يتطور عندي، ظليت يعني بكل وقت افكر بالمسلسل واسولف زوجي واقول له هيك صار وشنو يعني يرجعون ينفصلون شنو راح يصير، يعني هو ماكو غير هذا تحكي لي يا مهند يا نور يا مدري شو اسمه، هذا سنوات الضياع بعدين صار. المهم قلت له جيب لي تليفون، فجاب لي تليفون هو، يعني ما كان بخيل علي او شيء، وهالفتره انا هماتين ما صار عندنا اطفال، جاب لي تليفون فكنا نروح لل محل موبايلات مثل العصر موجود بالسوق هاي، ننزل الصور مال الممثلين مال مهند ونور وكلها ننزلها بالتليفون، وتعلمت شلون اخليها خلفيه او اخليها على صوره مثلا الاتصال وهاي، فظليت اخليها. هو من اجى شافها تخبى قلت جيت تخلين صوره ولد انتي؟ قلت له هذا مهند، هذا تشوف ايش قد حلو، ايش ان شاء الله يصير عندي طفل ويصير يشبهه. انا من احكي هيك هو ما عبالي يعني شلون، ما عبالي راح يضوج، ظل هو كل ما احكي هيك يعني هو يسكت، يعني يتحمل ويسكت. لحد بعدين ظلت تدخل بالسوق صور يعني تلزق او صور دقها بسامير، ورحت للسوق وهمين اشتريت، مو بس ثاني ان اخواته يعني بعمري جبنا الصور، انا علقت بغرفتي وان البنات ما عاد غرفه امهن همين علقين. هو من اجى شاف الصور صورت مهند وقلت له هاي همين ممثله وهاي كلها مخليه الصور، هو تخبط قال لي كافي بعد انت بالتليفون مهند بالتلفزيون مهند وحتى انه بالصور ماكو، يعني هسه تروحين لهلك. طبعا اكيد احنا ممكن نتاثر بتجاربنا السابقه، والتربيه هي شيء يعني مسؤوليه وليس يعني شيء مهين، خصوصا بالوقت الحالي وتغير بالنمط الحياه. الشيء الاساسي اللي نفهمه انه لكل جيل ولكل وقت متطلباته، يعني احنا جيلنا يختلف عن جيل ابائنا، ونفس الوقت الجيل الجديد هو يختلف عن جيلنا، فكل جيل هو له متطلباته، فاحنا لازم نستوعب هاي الامور. التربيه تكون على ضمن الحدود في هذا الوقت، يعني المتاحه في هذا الوقت، يعني انا ما اربيهم بناء على تجاربي السابقه، على مثلا الاشياء اللي تعلمت عليها، لانه انا كنت في زمن يختلف عن هذا الزمن. المخاوف ممكن تكون موجودة لكن ما تأثر، ما نخليها تأثر كلش. يعني حاليا اكو موضوع الايباد والتليفون، هاي ما كانت موجودة سابقا. احنا مو هل الحل انه نحرمهم؟ اكيد لا، هم اذا حرمناهم من هاي الاجهزة حيكونوا متأخرين عن اقرانهم، واحنا هذا الشيء ما نريده، لكن الحل هو التوازن. لازم نوفر لهم هاي الأجهزة والبرامج يتابعوها والاشياء الكرتون اللي يحبوه، ولكن بضمن الحدود، تكون متابعة من الأهل، وكذلك يعني يكون الموضوع يعني صداقة بين الأهل والأبناء أكثر من ما هي يعني مسؤولية وأوامر. بذلك يعني الطفل راح يتقبل الأمور يعني مثل ما يتقبلها من أصدقائه. إحنا حتى نشوف الأصدقاء يعني بيناتهم يتقبلون الشقة أو الأمور، لكن من الأهل شوية يأخذوها بطريقة متوترة أكثر، هذا يعني بسبب اختلاف نبرة الصوت ممكن، أو الطريقة اللي شخص يعني يعامل بها أبناء إذا كانت بقسوة. هو أكيد هي نابعة من حرص. أولا شكرا للإضافة، ثانيا أحييك على هذا الموضوع، لأن هو موضوع مهم يرتبط بالمجموعة الاجتماعية ويرتبط أسريا بالأسرة العراقية. كان هناك انبهار عالي وكان هناك اهتمام بكل المسلسلات العربية وحتى مثلا التركية، بعدين اجت الصينية وغيرها او دول اخرى، اعتقد اي ذول اليابانيين وكذا. المهم كان اكو انبهار بالبداية، وكانت كل الاسرة تقف لترى ماذا سيحدث، خاصة في المسلسلات التركية، وكانت هناك صراع بين
العشيق والعشيقة، كان هناك صراع بين الأسر على هذا المستوى، وكان هناك قضية اللي بها قتل، بها يعني حملوا أسلحة في هذا الجانب، فكان الانبهار ومعرفة ماذا سيحدث مستقبلا أثر على المجتمع بشكل عام. التأثير أين يكمن؟ يكمن في أن هذه المتابعة قد نفرط بالأسرة العراقية اللي أولادها خاصة وبناتها ثانيا بأن تعمل كما يعمل هؤلاء، والمجتمع العراقي مجتمع متحدي لهذه الأشياء، مجتمع دائما ما يكون قادر على أن يحتوي الأسرة، يحتوي البنت، يحتوي الولد، ويحترم طقوسيات هاي الأسرة. أنا بعد همي صرت يعني عاندت وياه أكثر، ورحت لأهلي وقلت لهم هيجي، فما قلت لأمه وأبوي على شنو المشكلة اللي صارت، يعني مو على مود المسلسل وهاي. فعاتبوا هاي بتعمك وليش هيجي وشي يعني، وبتعمك وش يقولون علينا الناس إذا طلقتها، ورجعني هو. أنا شلت الصور، قلت خاف دني ضوجنا، شلت الصور، بس بعدنا يعني أباوع عني المسلسلات، شنو يجي مسلسل أباوع عليه. فمرة يعني شو اسمه حكيت ويا أختي، يعني وما أدري بيها راح تنقل لك كلام، قلت كلمة واني يعني سندمانة عليها لحد هسه، مو ندمانة على إنه هو طلقني وهاي، لا، بس ندمانة لأن هي عيب تنقال. فكانت تحكي على جمال مهند وعلى شكله وهاي، فأنا قلت لها أتمنى ليلة وحدة أنا ويا مهند. وما أدري هاي من سمعت يعني الحكي ضحكنا وهاي، وراحة موصلتها إلي. هو من سمع هذا الكلام قال لي خلي مهند يفيدك، طلقني ورجعت لأهلي. أنا سأضحك يعني من أتذكر الموضوع، لأن صدق هو موضوع الطفولي يعني. هذا الموضوع ممكن يدخل ضمن اضطراب الوهم، ممكن تكون حالة مرضية. أحد اضطرابات الوهم أنه الشخص، وعادة الإناث يتخيلون أنه أحد المشاهير يحبهم أو يلاحقهم، تبدي مثلا تبعث رسائل أو تتبع أخباره، ممكن حتى تفسر تصرفاته خلال المسلسل أو التلفزيون أنه موجهة إلها شخصيا. وهاي الحالة هي اضطراب وهم وتتشخص من قبل طبيب نفسي وإلها علاجها، لكن إذا كانت يعني في سبيل المزحة فهي ما تعاني من اضطراب، ولكن هي من ضمن فترة المراهقة اللي تمر بيها. أكيد يعني لازم إحنا نفرق بين الحالتين. ممكن الأهل ما يتقبلون هذا الموضوع في بدايته، لكن يعني التوجيه عادة ما نوجهه للأهل إنه أكو فترة معينة وهي المراهقة تحتاج إلى دعم خاص. أكو بعض التصرفات حنلاحظها عند المراهقين نتقبلها ولحد معين، إذا تجاوز هذا الحد المعين لا، هذه حالة مرضية وممكن تستعينون بمستشار أو طبيب نفسي حتى يساعدكم. المهم وداني الأهلي وطلقني. هم من سمعوا هيك لا أبوي ضربني وهاي، قالوا هسه خليني أعلمك يعني شنو، حرموني بالتلفون، حرموني من التلفزيون، وبقيت فترة يعني بس أخدم بالبيت وما أطلع وهاي لحد ما أجى نصيبي وتزوجت. هو يعني أي مشكلة هي مسؤولية طرفين، يعني ما تقع على طرف واحد، فأكيد كل واحد يتحمل جزء من المشكلة. ممكن طبعا التسرع، الغضب، احنا عادة كأطباء من يجينا شخص يعاني من غضب مثلا سريع، احنا نقول له في هاي الحالة ما تتخذ قرار، دائما تجرب تمارين تنفس، ما تنطي وعود في خلال فترة الغضب، لأنه الإنسان في فترة الغضب يعني هو كل الجهاز العصبي مستنفر وتكون القرارات يعني غير صائبة وغير حكيمة، لكن بعدها ممكن يهدأ الإنسان ويتندم. من تزوجت أمي ظلت يعني توصيني أنه هذا مو مثل ابن عمك، لازم تحافظين عليه،
وبعد ما كنت باع اني التلفزيون ولا التليفون. انا بعدين هذا ما ادري يعني صلعت راسا صار عندي الطفل والتهيت بيه، فعرفت يعني شنو بيت شنو يعني مسؤوليه. وهذا زوجي الثاني يعني زين، هو يعني هو ما يتخيل على ابن عمي، انا اشوفهم نفس الشيء هم، بس انا كانت مشكله بي يعني كانت طفوليه ما افهم يعني شنو بيت وشنو رجال. فش اسمه يعني صار عندي طفل ثاني وزين هو يشتغل وانا يعني بالبيت. وهسه شنو يعني جاري كبره وبالمدرسه، بس شو رادوا ايبادات رادوا تليفونات. هسه انا جاي اشوف يعني المسلسلات الكوريه والمسلسلات التركيه وهواية يعني مسلسلات وتأسانة. يقول أنا بذاك الوقت وأنا طلقت بسبب مهند طلقت بسبب مسلسل. هسه هذا الوضع شنو يعني إحنا بناتنا هذني باعوا على المسلسلات الكورية وباعوا على المسلسلات لغيرها وتيك توك وغيرها من برامج. وهسه أنا جهالي والله حايرة يعني من جايبت لهم ايباد وتليفون، يعني ابوهم ما يحارمهم بس همي انا خاف عليهم، خاف ياثر بيهم. انا صح اثر علي بس موقف الطلاق واهلي شلون يعني علموني ربوني صدق من جديد وعرفت يعني. وهاي ما صار لها يعني كم سنه، هسه هذا الحاضر شلون. فأريد تشارك وياك وأحكي لك هاي التجربة مالتي حتى تشوفين هذا الوضع. يعني أنا بوقتها وبالألفينات وكان سبب طلاقي هذا. هسه هذا الزمن يعني بناتنا ما يخافن يعني من ال، بس ما أقول أنا أحسن من يومهم، لا بالعكس أنا هم خطيت، بس ما يخافن إنه يأثر عليهم ويباعوا عن لهاي المسلسلات أو يتعلقن بالشباب اللي يشوفوها بالمسلسلات وهذول ما موجودين بالواقع يعني. وردت يعني أسمع منكم، وردت هم أعرف شلون يعني مثلا أساعد يعني أطفالي هسه متعلقين هواي بالآيبادات وخاصة بالبرنامج هذا التيك توك، وجاي يتأثرون حتى مرات يحفظون هذا اللي تصير يعني مثل أغنية وشنو يرقصون عليها يحفظوها. أشوف هاي بنتي يعني قدام المراية وتصور عود تسويها نفسها، هي ما تنشر ما تعرف بس تحفظها، وشكو شي كلمة شكو شي نزل على التيك توك هم حافظينه. نعم الأسرة العراقية محافظة فعلا، لكن هذا الانفلات في الحالة الأسرية، وأيضا كان هناك دفع باتجاه أنه الطلبة أو مثلا البنات أو الشباب أنه يذهبون باتجاه مشاهدة هذه المسلسلات. هو ليس عيبا ولا سبة، ولكن كيفية متابعة هذه القنوات وكيفية متابعة الحالة التي تطرح، كان هناك فعل سيء كثير استثمرته المؤسسات هذه اللي هي ممكن أن تطلع تفاصيل كثيرة لا ترقى إلى مستوى مثلا الاحترام الأسري. احترام مثل ما قلت أنه العراق هو مساحة تستطيع أن تحتوي الأسرة، تستطيع أن تحتوي الولد، تستطيع أن تحتوي البنت، ولكن هذا الانفلات والإنترنت بصراحة أيضا كان إلى دور في أن تتفكك الأسرة العراقية، أن تكون هناك قتل وهناك قضايا كارثية والجميع والبيئة كلها تعرفها. لربما الإنترنت كان إلى دور في هذا الجانب، مثل ما يكون هناك دور للمسلسلات التي تظهر في وسائل الإعلام. يقلد ويعمل بهذا الأمر بهذا الانفتاح العام. مثلا تركيا مسلسلاتها هي تتلائم مع المنظومة الاجتماعية، لكن مسلسلات تركيا لا نستطيع أن نستوعبها بهذا الجانب أو نبني بها إنسان أو نبني بها أولادنا أو بناتنا، لأن بها طاقة سلبية. هذه الطاقة السلبية
تكون غير فاعلة للاحترام للتقدير مثلا، لكنها تذهب باتجاه الجنس والقضايا اللي هي تتعلق بالمرأة والرجل خارج حدود التفاصيل مثلا المرتبطة بالمنظومة العراقية. العراق لا، الخليج أيضا نفس الشيء، الخليج مثل العراق يذهب إلى مسلسلات، وأيضا انتقدوها بالمناسبة، انتقدت الكويت، انتقدت الكثير من المسلسلات، كتبوا عنها يعني بعض الصحفيين، لكن يبقى أنه الغاية ليست أنه أولادنا هم ينظرون إلى هذه ويعملون كما يعمل بالمسلسل، لكن الغاية في التربية الأساسية في الأسرة العراقية. هناك خلل بالأسرة العراقية، هناك خلل في أنه الأسرة العراقية لا تستطيع أن تحتوي الابن أو الابنة. رأيك بقصة الحالة اليوم هذه الحالة، ورد فعل الأهل؟ لربما الرجل الزوج أخذ يعني كلامه وطلق البنت، لكنها شعرت بالمسؤولية الأخلاقية أمام أهلها، لأن الطلاق ليس سهلا، والطلاق ليس قضية عابرة، لا، هذه مسؤولية مجتمع، مسؤولية هذه البنت. أنا أفرح لأن حاولت أن أيضا أن تجد لها منفذ في أن تزوجت مرة ثانية وأنجبت، وهذا أنطاها طاقة جيدة، استطاعت أن تغلق باب السابق وتعمل بباب أفضل، باب أكثر بياضا، أكثر محبة بين عائلتها، وتجاوزت القضايا. لربما كانت صغيرة بالعمر فذهبت بهذا الاتجاه، تعرفين الشابات أو الشباب المشاعر مالتهم بعدها بين قوسين جديدة، وهناك زوج موجود، فتجدين أنهم غير قادرين على مسك مشاعرهم لأنهم ما زالوا صغار، حتى لو كان عمره 17 16 سنة يرى، وهذا العالم المفتوح وهذه التفاصيل اللي أنت ترى بها كل شيء، وهذه من المخاطر الكبيرة في المجتمع العراقي. زين، بعد ما صار الطلاق ورجعتي البيت أهلك، شنو المواضيع القانونية اللي صارت؟ حصلتي على نفقة أو لا؟ بالنسبة لسؤالك، يعني أنا بوقتها مالت النفقة وهاي هم أني ابن عمي يعني. وين راحت الغرفة والذهب، الأشياء اللي خاصة بيك احتفظتي بيهم؟ الغرفة والذهب وملابسي إلي، بس هو يعني عرفوا انه بت، قال ابويا انه بتنا غلطانة وهاي، انت بعد على كيفك انطي المهر، ونفقة انا ما مقصر عليها، فهو يعني ابويا تنازل عن الموضوع، يعني لا نفقة ولا شيء. وانا وقتها يعني هميا ما حس انه ما حسيت اصلا من زوجي، وبعدين حسيت يعني انه انا الغلطانه، فهو تنازل عن الموضوع، ما ردنا لا وصلناها محكمه ولا شيء، بس طلقنا لانه هو اكو شو اسمه عقد محكمه، فطلقنا عادي، بس ما حصلت نفقه، بس هي ملابسي والذهب مالتي والغرفه. اصلا بالعكس يعني انا همي اني بعت الذهب، وبعدين يعني شلون صار عندي فلوس، بس امي قالت لي لا انت ما تتصرفين بيها، من بعت الذهب بقت الفلوس يم امي، وظلت تجمع لي يعني كل ما يطينا ابويا مصرف شيء، حتى من الزواج ثاني سوت لي ذهب ثاني يعني. وزواجي يعني الثاني صار اللي اجوا هم يعني من المنطقة وجيران، يعني ما شايفين علي شيء، وحتى ما سألوا ليش اتطلقت يعني، بس أنا كانت أمهم حذرتني هواية حتى ما تنعاد المشكلة مرة ثانية. زين، إنه هسا تريدين المقارنة بين اللي كان السبب الطلاق، اللي هسا أنت تضحكين على هذا السبب وعلى الوضع الحالي اللي بنات اللي يشاهدون مسلسلات وتأثيرهم بالسوشيال ميديا، وتريدين تأثيرهم أيضا، تأثير السوشيال ميديا على الأولاد. إن شاء الله تابعينا حتى نعرف كل التفاصيل مع مختصين. شكرا لك. أكيد يعني هي القراءة عن هالموضوع، مشاهدة برامج تثقيفية مثل هذا البرنامج المفيد، ممكن حاليا شبكة الانترنت موفرة هواية أمور، يعني هي سلاح ذو حدين، فبيها الجانب الإيجابي اللي نقدر يعني نثقف نفسنا
مثلا اذا احنا من نوع نحب نسمع البرامج فنسمع اشياء تسجيلات صوتيه تثقيفيه، اذا احنا نحب القراءه فنختار كتب يعني نقراها تفيدنا في شنو طرق التربيه اللي نتبعها، واكيد يعني اكبر معلم هي التجارب الحياتيه. يعني احنا ممكن نخطئ، يعني ما تكون التربيه مثاليه 100%، ممكن نخطئ ونصلح هاي الاخطاء مسموح. دكتور اهلا وسهلا بك، بالبدايه حدثنا عن مخاطر المسلسلات الاجنبيه. نعم. وبدايه دخولها لمجتمعنا العراقي. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه ويتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. المسلسلات الاجنبيه اللي دخلت كلها عباره عن الغام وعبارة عن مساوئ موجهة إلى المجتمعات العربية والإسلامية. الغاية والغرض منها هو الإبعاد عن شريعتنا، شريعة الإسلام. الإسلام الشريعة اللي الله سبحانه وتعالى ارتضاها لنا، قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه القنوات تبث مسلسلات الغاية منها إفساد المجتمع ومبرمجة حسب رغبات الرجال والنساء والشباب وحتى الأطفال، يغذوهم عبر الأفلام الكرتونية، بحيث أن الطفل صار الموجه إليه هو المسلسلات وليس الأب ولا الأم. وإذا وجه الأب والأم لا يأخذ بالتوجيه، وإنما الموجه إليه هي هاي القناة اللي يلاحظها عبر التلفاز أو عبر الإنترنت. نعم. فيجب يعني هذه لازم تكون رعاية الدولة. رعاية الدولة، ورعاية الدولة تمنع هذه المسلسلات اللي تخالف مبادئ شريعة الإسلام. لأن الإسلام هو دين دنيا وآخرة. ومن يطبق مبادئ الإسلام ابتداء من الطفولة، فإذا الطفل نشأ على هاي الأفلام بحيث قام ما يطيق أكل ما يأكل. صحيح. يقول أكل أهله ما يريد أكل، نوم ما ينام. دراسة ما يدرس. طالب الآن ما يستمع إلى المدرس، وإنما بعض الطلاب إذا التعليم الإلكتروني سماعات مثله يستمع للمسلسل. فيجب توعية مجتمعنا العراقي على مبادئ الإسلام وقيم الإسلام اللي تربوا عليها الآباء والأجداد، اللي نهضت الأمة بسبب هذه التربية، اللي كانت تربية لها قواعدها ولها ثوابتها ولها أصولها. نعم. أيوة. نفهم من كلامك أستاذ يعني هي من دخول المسلسلات الأجنبية لواقعنا ومجتمعنا العراقي. نعم. هي مسؤولية الدولة بالأساس. طيب في الحالة اليوم، حالة الحلقة اليوم، كان سبب طلاقها هو تأثرها بالمسلسلات وأدت إلى المشكلة اللي صارت بين زوجها وأدت إلى الطلاق، رأيك بصورة عامة؟ أختي الفاضلة، بالنسبة للطلاق، حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ليش أبغض الحلال إلى الله الطلاق؟ لأن الطلاق مو رجل ومرأة وارتبطوا فقط، وإنما المأساة بالأولاد. يعني لاحظ بالمجتمع موجودة أنه الأب طلق الأم، بقوا الأطفال لا الأب يريدهم ولا الأم تريدهم، أو بعض الأحيان تركهم على الأم، والأم ربت بيت كيف تعيلهم وكيف تعيشهم. جانب التربوي، الله سبحانه وتعالى من خلق الإنسان خلق رجل وامرأة وجعل رابطة بينهم، قال تعالى وخلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. الرحمة من الله سبحانه وتعالى بين الزوج وزوجه، فهاي الرحمة وين تنعكس؟ تنعكس على الأبناء وتربية الأبناء. احنا اليوم أختي الفاضلة بنلاحظ المسلسلات والشاشات التلفاز كلها عبارة عن سموم موجهة إلى المجتمع بشكل كامل. نعم. بينما إحنا نقدر نحول هاي المسلسلات الأجنبية إلى مسلسلات وطنية، عندنا ما شاء الله يعني ممثلين قادرين أن ينقلون الصورة الواضحة للمجتمع، والمجتمع يتقبلها. نعم. يعني عبر المسلسلات أقدر أربي جيل، سواء كان طفل من خلال المسلسلات الكرتونية أو الأفلام الكرتونية اللي يتقبلها، وكذلك بقية أفراد المجتمع حسب مستوى الثقافة. نعم. اللي يقرأ ويكتب المثقف، هذا تكون مسلسلات توعوية. ونلاحظ إحنا المسلسلة من تكون نابعة من القلب تلاحظين ينتبه لها الصغير والكبير. نعم. يعني بحيث ما يريد لا أكل ولا شرب،
يعني يندمج مع المسلسل، فتكون موجهة، تكون موجهة إلى إلى الخير وإلى الفضيلة. أيضا هواي عندنا قنوات الآن ما شاء الله الموبايل خدمات، هو نعمة من الله سبحانه وتعالى. أنا أعتبره مكتبة محمولة. نعم. أنا سابقا من ندرس نتعلم من مكان إلى مكان حتى على مود كتاب نستعين كتاب، أما الآن مكتبة كاملة. القرآن الكريم سابقا يروحون يوم الجمعة إلى المسجد حتى يقرأ القرآن الكريم، أما الآن القرآن كامل عنده وبعدة عدة قراءة وعدة تفاسير. نعم. في حملة. بس يا ترى من اللي يسمع هذا؟ يسمعون صغار ولا كبار؟ وهذا هدفنا اليوم، يروحون على المغريات. نعم. الدنيا صحيح. نعم. نعم دكتور، هذه الحالة اليوم تقول أني من أتذكر أنه أنا سبب طلاقي كان بسبب المسلسلات أضحك. نعم. هسه الواقع تقول البنات يعني يشوفون مختلف، المفتوح انترنت مفتوح ومسلسلات كورية وغيرها من الأشياء المفتوحة، فنحتاج أن نوعي بناتنا والمراهقات شنو نحتاج إحنا اليوم حتى تكون بنتنا يعني تربي جيل وبنتنا تتغير ما تتأثر باللي دي يصير. والله يا أختي الفاضلة قلت لك يعني أولا تمنع هذه المسلسلات لأن ما بالإمكان. زين مو هو المنع دكتور، المنع راح يقول بالدوام. راح يكون انتهاك حريه مثلا، يقولون علينا انتهاك حريه، شلون تمنعون شيء من حق المشاهد ممتاز. مثلا زين ممتاز، الحريه كل انسان عنده حريه. نعم. بس الحريه بالشريعه الاسلاميه محدده بضوابط. هل يجي الان اضرب مثل دقيق وكنا نعاشر، يصير يجي هسه سائق سياره او لوري او شاحنه يطبقها بالشارع يقول انا حر؟ لا طبعا. صح لو غلط؟ يصير مثلا الان شخص اخر يجي يفتح مسجلات ويزعج الناس ويفتر بالشوارع اغاني بنص الليل والناس نايمه يقول انا حر؟ الحريه بالشريعه احنا مسلمين تضبطنا روابط وتعاليم الاسلام. نعم. فلا يجوز يعني لا يجوز الازعاج. لا اعطيك دليل اقوى، الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال لا تزعجوا الطيور في اوكارها. طيب نايم بالليل لا تزعجوا، كيف بالانسان؟ كيف بالإنسان؟ فهنا نعم إيراد توعية لمجتمعنا بخصوص عدم إزعاج الآخرين. هذه التوعية من؟ مسؤولية من؟ نعم التوعية مسؤولية من؟ مسؤولية الكل. مسؤولية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كيف؟ الأم راعية ومسؤولة عن رعيته، الأب راعي ومسؤول عن رعيته، المعلم راعي ومسؤول عن رعيته، ننتقل الى ابناء المجتمع، رجال الدين مسؤولين، المعلمين مسؤولين، اساتذه الجامعه مسؤول، الاعلام مسؤول، الاعلام له دور فعال يعني. والاعلام من خلال الان اختي فاضله يعني ممكن برامج تقدرون برامج يعني نابعه من القلب يجوها خبراء اسوي مسلسلات توعي المجتمع. احنا سابقا المسلسلات تكون ريفيه تقبلها ابو الريف يتقبلها. نعم. مسلسلات المثقفين يفهموا ويتقبلها، تكون موعيه الى او مذكره، يجوز هو فاهمها بس تذكره. والله سبحانه وتعالى بالقران الكريم يقول فذكر ان نفعت الذكرى. نعم. يجب التذكير دائما. اما الان الاب والام ملتهين بالموبايل او التلفزيون او بالعمل، والابناء عندهم الموبايلات فاعتيادي حر براحته، وين يريد يتصل يتصل. اذا هي مسؤوليه الاباء اولا انه لازم يحاطون ابنائهم حتى يسيطرون على الوضع، شنو يتابعون وشنو يشاهدون. الحاله اليوم هي عندها طفلين وتقول نعم. اني بمجتمع مفتوح وانترنت، اني سبق وخطأت وما اريد يتكرر الخطا مع اولادي، شلون اسيطر على انترنت موجود بالبيت وايباد وتليفون حتى يكون حسن استخدام وليس سوء استخدام. ممتاز. انت حضرتك ما تقدري، انا هم ما اقدر، انا مو يم ابنائي يعني اذا امنعهم فتره وجودي الان ما اقدر امنعهم. طيب في قاعده تقول كل ممنوع مرغوب. بالضبط. هذه قاعده يعني، فلهذا يعني بالاسلام اللي يبتعد عن المرغوبات اللي هو يروح عليه محرمات. نعم. يؤجر عليهم بالاخره. يؤجر عليهم من يبتعد عنهم. الان مو موجود بالبيت انا. ذكرت قبل قليل مسؤوليه الدوله ان تمنع هذه القنوات اللي وتضع عقوبه لمن يبث هذه السموم. انا اعتبرها سموم، سموم فكريه، سموم تخريبيه لكل وسائل يعني التوعيه بالمجتمع.
فمسؤولية الدولة أولا تمنع هاي، المسؤولية الأخرى تأتي على الآباء والأبناء، لما يكون ذني ممنوعات يقدر الأمور البسيطة الأب والأم يقدر يوعي، المعلم يقدر يوعي، المجتمع يقدر يوعي. احنا سابقا كنا من مثلا نشوف صغير يخاف من جيرانه من عمه من خاله من اي واحد خاف يقول لأبو انه تصرف فلان تصرف. نعم. كانت ناس ما تعرف تقرا وتكتب سابقا. صح. بس متربي بالبيت فمن يريد يتصرف شيء يقول لا هاي ما يسويها، هو ما يعرف حلال وحرام. بس يعرف ان هاي ما يقدر يسويها، هاي ممنوعه عليه. ولا يقرا ولا يكتب ولا يعرف الحلال والحرام. بس يعرف انا هذا العمل اللي راح يتصرفه ما يدقني. اما الان يعرفه ويعرفه. نعم. ليش؟ لان اكو مغريات. يعني الشيطان لعنه الله عليه موجود في كل مكان. صحيح. ويوسوس لبني ادم، وين يوسوس له في سبيل ان يذبه بالرذيله او بالهاويه. لهذا نشوف حالات الطلاق اللي تصير الان، الزواج ما مبني على اسس صحيحه. نعم. شلون ما مبني؟ على الهواء. يعني والله عجبه وال يضرب بعض الاحيان الرجل او المراه، ينظر الى امور الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال تنكح المراه لاربعه وفي روايه لخمسه، لمالها ولجمالها ولحسبها ولنسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك، يعني يدك على التراب، اما الجمال ولاذا على. احنا الان نلاحظ مغريات يطلع له صوره او شيء بالانترنت تغري ما يعرف الحقيقة، أهم شيء الأخلاق. نعم. التربية. التربية هسه المجتمع تسلي الشباب مالك، فحالات الطلاق اللي تصير مبنية على الهواء، والله يتزوج على بالانترنت. أو شافها والله جميلة عجبتها كصورة. ما شاف أخلاقها وتربيتها وتصرفاتها. نعم. ويجوز بعض الأحيان طبائع يعني طبائع هو منطقة طبائع تختلف عن طبيعة وعادات البنية، هم اثنين مسلمين. لكن أكو بعض العادات والتقاليد يجوز هو يضوج من عاداته وتقاليدها وهي يضوج، هاي شو وقت يصطدم بها؟ من يتزوج. من يتزوج. نعم. ليش ابائنا واجدادنا وكانوا نعرف ناس سولفونا عليهم يجوا له مره ما يعرفها، ويجوا لها على الخيل سابقا زفه تكون ماكو سياره. وصار اب وصار جد وما صار خلاف بيناتهم. نعم صحيح. ليش اليوم طالب الجامعه او علاقه وياه او بنت منطقته او اقرباء او يطلعون ويطلع قبل، وطبعا ما يصير بالشريعه الاسلاميه يقتل بالمراه قبل هذا، يطلع ويروح وياها ويجي وبس يتزوجوا، او بعض الاحيان بس عقدوا مجرد تاخروا بفتره الخطوبه صاروا خلاف. لهذا اكو حكمه الاسراع بالزواج. نعم. اسراع بالزواج. نعم. نرجع بس دكتور الموضوع اللي انه انا شلون اسيطر على المواقع اللي دا تصير وعلى الانترنت حتى انه اطفالي ياخذون المفيد، هو طفل ما يفهم المفيد او غير المفيد، احنا هسه مجتمعنا حتى في اكو فلان كرتون وباساءات وبدخول لاشياء غير صحيحه وغير شرعيه ايضا. فشلون هي مسؤوليه من؟ ايضا بالاضافه الى الام ما تعرف يمكن ما تقدر تمنع هذه المواقع ما عندها خبره باستخدام الانترنت. مسؤوليه اعلام، نتوجه للاعلام اليوم نقول ان لازم توعون او تخصصون لنا قنوات خاصه للتوعيه بمخاطر الانترنت واستخدامها للاطفال، شنو رايك؟ هو دور الاعلام دور فعال بصراحه. نعم. ليش الاعلام؟ لانه الصغير والكبير، المثقف وغير المثقف يتابع الاعلام. صحيح. الاعلام له دور فعال. نعم. يعني في الاصلاح الناس عبر ايش؟ عبر الوسائل الإعلام المتعددة سواء نعم. المقروءة أو المسموعة أو المرئية. نعم. وطبعا هاي راد لها ناس اختصاص بعلم النفس والخبرة، فيجي إلى المجتمع شنو رغبته يعني. فمثلا بالإعلام يقدرون يوجهوهم توجيه عبر مسلسلات، عبر الصحف، عبر المنشورات الأخرى. وسائل الإعلام كثيرة ومتعددة. نعم. فيوجهون يمكن الطفل بالكرتون التعليمي، نلاحظ بعض الافلام الكرتون يعلم شلون يتنظف، شلون ينظف ملابسه، ينظف الايديه، يغسل قبل الاكل، بعد الاكل. يجوز ما يتقبلها من امه وابوه، لكن يتقبلها من الفيلم الكرتوني اللي يتعلمه. لكن احنا اغلب الافلام الكرتون اذا تلاحظيها يستخدمون وسائل قاتله، يضربه مثلا يضرب اخوه او عدوانيه. اي فشو يصور؟ نعم. هذا الطفل بعد ما واعي فيضرب اخوه او اخته، يصور هاي ما تؤذي، واذا هو دمي اخوه او اخته. صدقيني ثلاث ارباع انواع الموبايل لا
يلتزمون أو لا يمكنهم، وهو يعيدها مرة ثانية عن الاستخدام، طريقة الاستخدام، وأنه هل هناك قضايا؟ هذا جزء من هو يسحب فلوس من عندها، فلوس يعني، وليس الاهتمام بالمتلقي اللي هو عنده موبايل والعالم. يعني تخيلي اللي عمل اللي صنع الموبايل ابن عمره 14 سنة، أنا كنت في أمريكا في كخبير باليونسكو، كان الرجل يقول هذا ابني اللي عمره 14 سنة، وهم استضافوه بنيو جيرسي، فاستضافوه، أنا كنت أحد الضيوف، قال هذا ابني 14 سنة ما خليته يمسك 14 سنة، والولد قاعد فما خلاه يمسكه، أنت عنده سنتين الآن أنه حتى تخلص منه، تروح الأم تروح ترتب الأكل، مسؤوليتها، شغلها، تفاصيل المتعلقة بالأسرة، خليه دا ألهي، ما دا تلهي، هذا دا ينتحر لأن يشوف كل شيء، وبإمكان أن لربما يتعرض إلى أخواته، أو هن البنات يتعرضن إلى قضايا أخرى. طيب وين هذا التنبيه اللي ممكن أنه أنا أحمي به الطفل؟ وحتى الشاب أيضا يحتاج إلى، لا أقول مراقبة، لكن أنت شاركه، حتى المشاركة تكون بها مودة، مو رأسا ضرب والقتل والموت. تشوفين يعني بالفضائيات إيش قد يطلعون شاب إيش كبراته يضربون به أبوه وأمه ويهينوه ويشدوه، هاي مو تربية، الخلل بيكم أنتوا اللي لربما الموبايل خليته بشكل عائم إلهم. هنا القضية يفترض أن ننتبه إلها، الأسرة العراقية عليها مسؤولية أخلاقية. هسه هي أسرة غنية أسرة فقيرة، لكن هذا إنسان، هذا بناء مجتمع، بناء إنسان، والإنسان بني على الله ملعون من هدمه. كيف تهدم هذا الإنسان وأنت أقرب الناس إليه؟ أنت أم أو أب، فكيف ما ممكن أن التراحم يكون؟ لا، خليه يلتهي بالموبايل، خليه يلتهي. تعرفين أهل المدارس يدخنون، مدارس ابتدائية ومتوسطة، بنات وولد، تعرفين يتعاطون مخدرات ما يعرفون بها شنو؟ تعرفين هاي طريقة الصديق من أسوأ ما موجود الآن بالمجتمع، صديق السوء، هذا صديق السوء يقتل، خاصة إذا كان صديقة مو الصداقة اللي بها روحانية بقدر ما بها حقد وكراهية وهاي التفاصيل. هذا مهم، يعني يفترض، أنا أحييك أولا لأن أنت ساهمتي في هذا الموضوع، وأتمنى أن تكررين هذا، وأتمنى أن كل الفضائيات تعمل بهذا الجانب، وتترك لنا المنظوم القضايا السياسية. يعني حتى برمضان قضايا سياسية، حخلي أبني مجتمع وهيئ أسر، لأن الأسرة ترى هي كل شيء، مو المدرسة تعلمك ولا الكلية تعلمك ولا أي شيء علمك، أنت بالأسرة تعلمتي، عندك أسس، عندك احترام، معلمك على الاحترام والصدق وكل ما يتعلق بالطقوس الأسرية، أنت تطلعين وكأنه لا أحد. الآن مو المدارس مختلفة، يعني المدارس الآن غير فاعلة، المدارس الآن تطيها فلوس بس، يعني خاصة الأهلية والحكومية بعد أتعس، يعني هم إذا ما تطي الرشاوي ما ممكن أنه أنت تنجح البنت أو الإبن، هاي كوارث المفروض تتابعها المؤسسات، وزارة التربية وزارة التعليم العالي. هذا المبنى المفروض تطرقين عليه، يعني كأنت كإعلامية وكصاحبة برنامج، يعني أيضا عندك مسؤولية يفترض تشتغلين عليها. الطفولة، أين الطفولة؟ يعني أين الطفولة؟ هذا الطفولة، هذا ابن المستقبل، باكر يبني بلد. أني أسمع هاي الأشياء وأراوي هاي الأشياء وأخليه يقعد يفتح عيونه على هاي الأمور؟ والله هذا ابني عزيز علي، عزيز أنت دا تخليه ينتحر. هذه الرؤية مو موجودة مع الأسف بالأسرة العراقية، ويا ما حالات لا نستطيع أن نتحدث عنها.